انا عايز انتهز المنبر بتاع حضرتك ان انا اوجه رساله للمواطن العراقي. ما تفعله الوزاره والحكومه من الالتفاف حوالين هدف واحد اعتقد انه غير مسبوق، يعني غير مسبوق على مستوى اي فرد. بالتالي انا مش عايز المجهود ده تضيعوه بعدم الالتزام بحظر التجوال، بعدم الالتزام بالقعده في البيت. انا بمشي طبعا في المناطق لان ده شغلنا، احنا بنمشي في الشوارع، بنيجي نحضر مستشفيات، نحضر اجتماعات، لان احنا اللي بنتعامل مع الفيروس احنا والوزاره. لكن ساعات بشوف مثلا الناس بتمشي ماشيه مع اولادها، ليه اولادك تاخدهم معاك ليه؟ عايز تنزل تعمل حاجه اقضيها لوحدك بسرعه جدا، هات حاجتك وارجع البيت. حظر التجوال معمول عشان سلامتك وامنك. القعده في البيت ولو انها ممله وكل شيء، لكنها فتره محدده 14 يوم والامور تبقى احسن. فانا عايز التزام شديد من كل الناس، وبوجه رساله لعلمائنا ومراجعنا وانه يعني صلوات الجمعه، التجمعات، الزيارات، لو سمحتوا نجدوا الناس اكتر لانهم بيسمعوكوا وبيثقوا فيكوا. نفس الكلام للجيش والشرطه اللي في على الارض، انا بحييهم تحيه خاصه لانه بصراحه عاملين مجهود خرافي في الاوضاع اللي احنا فيها. حتى الدفاع المدني، التعفير اللي بيعملوه حاجه يعني فعلا يشكروا عليها. اطبائنا، كوادرنا يا جماعه، الفرونت لاين. انا لسه بفتح النيويورك تايمز، المجله مشهوره يعني في امريكا، حاطين مجموعه من الاطباء ان دول ابطال هذا العام، ابطال عام 2020. الأطباء والكوادر اللي بتتعامل مع المرضى، عايز أحييهم تحية خاصة. إحنا في مركب واحدة كلنا، الصحة العالمية، وزارة الصحة، الجيش، الشرطة، دولة رئيس الوزراء، كل الناس بتتكاتف عشان تنجي. أنا لما بيبقى في حالة واحدة كل يوم بسمع وبشوف الرقم بتاع الناس اللي ماتوا بتألم، يعني تألم شديد. يمكن سعيد بالأرقام لحد دلوقتي إنها في المتناول، إنها احسن بكتير من ناس حوالينا، وخاصه ان احنا قرب الابي سنتر او مركز العدوى كان في المنطقه دي. ومع ذلك احنا ارقامنا كويسه جدا، سعيد بيها جدا. لكن بتالم لما اشوف ان عندنا حوالي 47 واحد ماتوا لحد دلوقتي، بيدفعني للتالم. بس بقول ما تخلينا نوقف الرقم على كده، يعني يا جماعه لو سمحتوا خلي الوفيات تقل، خلينا احبائنا يعيشوا معانا اطول فتره، التزموا عشان نحافظ على باباك ومامتك وابنك وبنتك، وانت كمان تحافظي على كل دول بالنسبه لك. فبالتالي الالتزام 14 يوم يعني نجاة العراق من هذا الوباء العالمي. واشكرك شكرا جزيلا.